والله انا شايف الرقم ده ممكن كمان يتضاعف ويتضاعف. طبعا الكلام عن نسبه اللاعبين الاجانب في الدوري الانجليزي، اهم بطوله على مستوى العالم، وبعد المستويات اللي قدموها الحقيقه النجوم المصريين في البطوله، اعتقد انه اللاعب المصري يستحق كمان ياخد مساحه اكتر من كده. خليني اقول لحضراتكم انه في الفتره اللي لعب فيها منتخب مصر بطوله كاس افريقيا ووصل ل المباراه النهائيه، ده الحقيقه شجع عدد كبير جدا من الفرق الاوروبيه. وفي انا عندي طبعا تفاصيل يمكن الانديه في مصر هنا ما تفرطش في نجومها يعني بالسهوله اللي احنا متوقعينها، لكن انا نفسي الحقيقه يكون عندنا يعني نظره للمستقبل، وده الحقيقه هيخدم الكره المصريه بشكل كبير جدا، بالذات لو سيبنا الجيل. انا ما بتكلمش على اي جيل، انا بتكلم على الجيل الصغير، الجيل اللي قدامه لسه 10 12 سنه في الملاعب، الجيل بتاع المنتخب الاولمبي اللي لعب فيه، اللي خد لقب ببطولة أفريقيا ولعب في أولمبياد طوكيو. أنا شايف إن الجيل ده لازم يطلع بدري بدري، أولا هيفتح الباب، اللعيبة كلها يعني هايلة جدا وإمكانياتها كبيرة جدا، ويقدروا ياخدوا مشوار طويل في 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 بطولات أو في دوريات أجنبية، ويفتحوا الباب بقى لإنك يبقى عندك يعني لما تيجي تتكلم على منتخب مصر تبقى بتلم لعيبة من أكبر وأهم أندية في أوروبا. ده أعتقد هيساهم بشكل كبير أو هيحسن بشكل كبير جدا من مستوى الكرة المصرية. خلينا نروح للوكسمبورج. لوكسمبورج واحد من الأسماء الشهيرة جدا في عالم التدريب، درب بالفعل منتخب البرازيل ودرب كمان ريال مدريد في السابق. خلينا نتكلم معاه على هنتكلم معاه طبعا على بالميراس وعلى مشاركته وعلى رؤيته لبطوله كاس عالم الانديه، ونتكلم كمان معانا الريال وعلى الليجا الاسبانيه. خليني بدايه طبعا ارحب بيك على شاشه الاهلي واقول لك في البدايه هارد لك طبعا لخساره بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه للمباراه النهائيه امام تشيلسي. المباراة، ولكن تشيلسي استطاع الفوز بالمباراة، فقد استطاع تقديم مباراة أقوى، واستطاعوا أنهم يحملوا الفريق للفوز بهذه البطولة. على الرغم من لعب بالميراس بدفاع قوي جدا، ولكن كان الحظ حليف لفريق تشيلسي والفوز بهذه البطولة. يعني بداية يعني خليني أسألك على الكرة البرازيلية شوية، خصوصا أنه يمكن أغلب الأندية البرازيلية هي الأكثر تتويجا بلقب الكوبا ليبرتادوريس. في بدايات بطولة كأس العالم كانت الأندية البرازيلية أو أبطال أمريكا الجنوبية دايما حاضرين، الحقيقة عندهم قدرة على أن هم يتجاوزوا عقبة بطل أوروبا، وغالبا كانت بتجمعهم مباراة نهائية يعني، وكانت كان الموضوع سجال. في السنوات الأخيرة هيمنت الفرق الأوروبية على بطولة كأس العالم للأندية، إيه سبب ده من وجهة نظرك؟ Eu vou falar do Brasil, né? Sim. Dos países eu não quero falar. É que nós perdemos a nossa essência. É, eu نعتقد أن البرازيليين فقدوا المعنى الحقيقي أو الميزة الحقيقية اللي كانت بتخليهم من أقوى الفرق. أنا أستطيع التحدث فقط عن البرازيل، ولكن لا أستطيع التحدث جيدا عن الفرق الأوروبية، وأعتقد أن البرازيليين قد فقدوا هذا السحر والجمال في الكرة التي كانت تقدم بشكل مميز فيما قبل. البرازيل كانت تحتوي أو كانت عندها عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولكن للأسف الشديد فقدت هؤلاء اللاعبين المميزين، وفي نفس الوقت فقدت هذه الروح التي كانت تميزهم فيما قبل. يهمني أكيد طبعا تابعت ماتش الأهلي، المباراة اللي جمعت بين الأهلي وبالميراس في دور قبل النهائي، تاني مواجهة بالمناسبة في بطولة كأس العالم على التوالي. رأيك في الأداء اللي قدمه النادي الأهلي، وإذا كان في يعني أسماء أو لاعبين لفتوا نظرك؟ الأهلي فريق مميز للغاية، وقد لعب بشكل مميز، ولكن بالميراس استطاع تحقيق تعديل المباراة لصالحه، وأعتقد أن بالميراس استطاع الفوز، ولكن الأهلي أيضا كان يستطيع الفوز بهذه المباراة، ولكن أعتقد أن فريق بالميراس اقتنص فرص واستطاع تحقيق أهداف والفوز بهذه المباراة.
طيب خلينا نروح معاك للكره البرازيليه برضو، بس على مستوى المنتخب البرازيلي. هو بالتاكيد طبعا، يعني لو سالت اي حد هو بالتاكيد دايما منتخب مرشح للفوز باي بطوله بيشارك فيها. ازاي شايف فرص المنتخب البرازيلي في المنافسه على لقب كاس العالم 2022؟ البرازيل مرشحة جيدا للفوز بلقب كأس العالم 2022، وأستطيع القول بأن المنتخب البرازيل من الفرق القوية للغاية والتي تستطيع تحقيق هذا اللقب. مين النجوم الأبرز اللي من وجهة نظرك يعني يستطيع ان هم يقودوا البرازيل في بطولة بحجم كأس العالم؟ البرازيل دائما تحتوي العديد من البرازيليين اللعيبة المميزة جدا زي كافو والعديد من هؤلاء اللعيبة الذين يستطيعون أن يميزوا المباراة ويستطيعوا تقديم كرة مميزة والفوز بلقب المونديال. في كل فترات وعصور البرازيل كان المنتخب البرازيلي بيضم يعني نخبة من نجوم العالم، وكانوا الحقيقة النجوم البرازيليين منتشرين وبيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية أو العالمية. يعني هل بتشوف الجيل ده هو الأقل على مستوى تاريخ الكرة البرازيلية، ولا شايف أنه يعني بيضم مجموعة من النجوم اللي تستطيع أو عندها القدرة أنها تحسم أي لقب أو أي بطولة؟ للأسف الشديد البرازيل غيرت تماما ثقافة الكرة البرازيلية والتي كانت تتميز بها فيما قبل، والآن ليست. للأسف الشديد البرازيليين اللاعبين البرازيليين الآن يهتمون بأشياء كثيرة جدا غير الفوز والتميز التي كانت تميز المنتخب البرازيلي فيما قبل. ما ينطبق على البرازيل ينطبق أيضا على ريال مدريد، وأنت كنت بتدرب الريال في فترة من الفترات. قبل بس مسأل على أنشيلوتي وعلى فرص الريال في تحقيق الشامبيونز ليج والليجا، كان في تصريح، كنت قريت تصريح للويس فيجو نجم البرتغال ونجم الريال ان انت شخصيا كنت سبب في رحيله عن ريال مدريد. تعليقك ايه على التصريح ده؟ أعتقد أن أنا لست مهتم كثيرا بهذه الأمور، أهتم أكثر بما يخص المنتخب والكرة البرازيلية. طيب أنا هقبل الرد الدبلوماسي، هروح معاك لأنشيلوتي والكرة اللي بيقدمها مع ريال مدريد ورأيك في مستوى ريال مدريد وقدرته على تحقيق لقب الليجا الإسبانية ولقب الشامبيونز ليج. مدريد من الفرق المميزة وتحتوي على العديد من اللاعبين المميزين، وأعتقد أنهم قادرين على تحقيق الفوز حيث أنهم فرقة مميزة وعندها العديد من اللعيبة المميزين. لوكسمبورغ طبعا مدرب الريال السابق ومدرب منتخب برازيل السابق، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة.